يعطيكم العافية. اليوم رح نتعلم بمادة الشبكات كيف أنا فيني أعطي DHCP من الراوتر إلى الورك ستيشن إلى الجهاز. مثل ما عرفنا بالجلسة اللي راحت إنه أنا الراوتر بيستفاد إنه كيف أنا فيني أوصل شبكات مختلفة ببعض البعض. هلا بدنا بس نصمم الشبكة على السريع. تعرفنا الجلسة الماضية رح أوصل الشبكة ورح أعطي IP-ات وبعدين بنبلش. هلا بنوصل هاب Workstation. اوكي هلا ميديا اوكي from router to hub from hub to workstation هلا بدي بس برمج منافذ الراوتر، الراوترين متقابلين بحيث يشوفوا بعض. تمام، هي بسحب جهاز ووصلت كونسول RS-232. طيب ديسكتوب تيرمينال اوكي نو ان كونفتي اوكي. هلا اول شغله انا بدي اعطي لمنفذ الراوتر عنوان IP واعطي للمنفذ المقابل عنوان اللي هي برقم واحد. انترفيس فاست ايثرنت، انا عندي المنفذ الموصول من الراوتر مع الراوتر بصفر على صفر، صفر على صفر. IP addresses 192 وليكم 168. طبعا العنوان عشوائي 30 2 255 255 255 255 0 no shutdown exit. اوكي هلا انا اعطيت للمنفذ الاول عنوان IP. اذا بوقف على الراوتر بشوف انه اخذ 192 168 30 2. بعمل نفس الحركة للراوتر المقابل terminal اوكي no en confty interface fast ethernet 0 على 0 IP address 192.168 عفوا 20 3 255 255 255 0 no shutdown. تمام هلا الراوترين شايفين بعض. تمام 20 3 هذا 20 عفوا 30 2 هذا 20 3 عفوا بس لنعدل exit interface fast ethernet 0 على 0 عفوا IP address 192.168.30.3 255 255 0 no shutdown. هلا انا غيرت المنفذ رجعته 30 3 وعندي المنفذ هون 30 2. اوكي هلا انا بدي اجي اعطي بس المنفذ 0 على 1 عنوان IP مشان عن طريقه خلي الارسال متوقف او الارسال ممكن. فانترفيس فاست ايثرنت 0 على 1 IP address ولد تكون كلاس 10 10 10 ولتكن كلاس عفوا 192.168.10.1 255.0 no shutdown. طيب هلا بس اعطيت هون عنوان المنفذ 0 على 1 192.168.10.1. هلا هون ما رح فعل شي. هلا انا بس بدي اعطي IP DHCP من الراوتر الى الورك ستيشن. فبدي اعطي انا DHCP من الراوتر. هلا اذا هون بعمل انا DHCP بشوف انه بيعطي DHCP بس بيكون DHCP ديفولت وبيقل لي فيل. طيب هلا انا اذا بدي اعطي DHCP من الراوتر شوية تعليمات اللي لازم اتعامل معهم بتعامل كالتالي. اول شغله بفوت الى الراوتر او لبرمج الراوتر بقول له IP DHCP pool بدي انشئ حوض لاعطاء الIP-ات وليكن اسم الحوض P1. طبعا اسم الحوض هاد P1 اسم اختياري. طيب هلا انا بدي اقله نتورك بدي اعطيه هلا عنوان شبكة المنفذ الموصول مع الورك ستيشن. انا الشبكة هون عندي C. تمام او المنفذ عندي من شبكة من الكلاس C عفوا.
فبعطيه عنوان الشبكة بقول له 192.168.10. أنا كان عندي عنوان المنفذ 10.1، فالشبكة شو بدها تكون 10.0، وبعطي القناة 255.255.255.0. أوكي، هلا أنا بجي بقول له ديفولت راوتر. بالديفولت راوتر بعطي أنا عنوان المنفذ اللي هو 192.168.10.1، وبعطي إنتر. إذن أنا عملت ثلاث شغلات، أول شيء إنشأت حوض سميته B1، بعدين أعطيته عنوان شبكة المنفذ الموصول مع الورك ستيشن، بعدين أعطيته عنوان المنفذ نفسه. هلا بس لأعطى خدمة DHCP بيجي بقول له IP DHCP excluded address. بعطي هلا عنوان المنفذ 192.168.10.1، بعطي سبيس، بعطي 192.168 حسب المجال اللي انا بدي اياه 10.10. هلا انا وقت اللي اعطيته 10.10 ليكو شو صار هون. هلا انا خدمة DHCP صارت عندي مأمنة. اذا بحط له DHCP شو من اي رقم بلاش؟ من 11. فانا حجزت من الجهاز رقم 1 للجهاز رقم 10. هذا الورك ستيشن شو بده ياخذ؟ 12. تماما. الورك ستيشن اللي بعده 13. وهيك حسب كل ورك ستيشن انا موصوله مع الهاب. هذا انا قدرت اعطي DHCP خدمه IP عن طريق DHCP من الراوتر، وحسنت احجز مجال عناوين. فانا هون قدرت احجز من IP الاول الى IP العاشر، فبلش عندي IPات من 11 لل 255. هاي بالنسبة لإعطاء خدمة الـ DHCP عن طريق الراوتر. يعطيكم العافية.